صح، فإن المسؤولية مشتركة وهي مسؤولية الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن الأشخاص الذين ذهبوا بحثا عن الحماية والملاذ هناك، أن تكون هناك ممرات آمنة يستطيعون البحث عن الأمان فيها والذهاب إلى الأمان، لأنه لا، الأشخاص، الأهل والأطفال، الأسر لن يتلاشوا في الهواء بكل بساطة. لا يوجد مكان آخر يمكنهم التوجه إليه بكل تأكيد، لا يمكنهم المواصلة نحو الجنوب، فهناك الحدود مع مصر. وهنا مرة أخرى أؤكد على نقطة أن هناك حق الدفاع عن النفس. الحق في الدفاع عن النفس يسري، وكل دولة في العالم لديها هذا الحق، منها إسرائيل، حماية نفسها من الإرهاب، ولكن هذا لا يشتمل على التهجير القسري. ولذلك فأنتوني بلينكن وأنا في على هامش لقاء مجموعة السبعة في طوكيو وضحنا مرة أخرى أنه بالنسبة للمدنيين، المجتمع المدني في غزة، يجب أن يكون هناك أماكن آمنة، ويجب أن نعمل على أن هذه المواقع الآمنة تستمر في الوجود. الممرات الحماية والممرات الآمنة يجب أن تستمر في الوجود، وهذه هي أهم المهمات التي أقوم بها في هذه الأيام. وهذا يعني أيضا أننا يجب أن نضمن أن توفير الحماية للناس، وأن تتواصل الإغاثة الإنسانية ودخولها للناس. تم تصعيب هذا الأمر في الأيام الماضية مجددا، ولذلك فنحن نحتاج إلى هدى إنسانية. وأنا مدركة تماما أن حماس تستغل هذه المعضلة الرهيبة في موقفها المستهين بالحياة البشرية، وأنها تستغل ذلك. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نجتمع جميعا ونقوم بكل ما في وسعنا في إطار القانون الإنساني الدولي، أن يتم الحماية في رفح وفي كل غزة بشكل مشترك، أن نقدم هذه الحماية مشتركين. تحدثنا بشكل مكثف وتبادلنا الحوار بشكل مكثف حول هذا، وغدا عندما أسافر إلى إسرائيل سأواصل هذه المباحثات بنفس الطريقة. في الوقت ذاته وتبادلنا أيضا حول الأمر، فنحن ننظر إلى الوضع في الضفة الغربية، حيث أن حياة الناس تزداد صعوبة بشكل متواصل. تحدثت أنا هناك في الضفة الغربية مع مزارعين الزيتون الذين لا يستطيعوا التوجه إلى أراضيهم الزراعية، الذين يخافوا على حياة أسرهم. إن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني، وكل من ينظر إلى الوضع ويشاهد الوضع بنفسه هناك يرى أن هذه المستوطنات هي عائق رهيب في طريق حل الدولتين. ولذلك فنحن بصفتنا اتحاد أوروبي نتمعن في النظر ونسعى على مستوى الاتحاد الأوروبي أن يتم بالنسبة لأولئك الذين يمارسون هذا العنف أن يشعروا بالتبعات الواضحة. لذلك بالنظر إلى الحل المستدام للنزاع، أقول أيضا بكل وضوح أن الإرهاب الذي حدث في 7 من أكتوبر لا يتعين أن يتكرر، أن الكراهية والإرهاب يجب مكافحتهما. هذه هي المسؤولية المشتركة الدولية. الناس في إسرائيل يجب أن يشعروا بنفس الأمان الذي يشعر به الناس في المناطق الفلسطينية، وهذا في دولة فلسطينية مستقبلية. إن معاناة الناس في فلسطين لن تنتهي إلا إذا ما انتهت معاناة الناس في إسرائيل، ونهاية معاناة الناس في إسرائيل لن تنتهي إلا إذا ما انتهت معاناة الفلسطينيات والفلسطينيين. وفقط عن طريق حل الدولتين سنتمكن من حل هذا النزاع. هذا النزاع لن يحل بالطريقة العسكرية فقط. الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون جنبا لجنب في دولتين متجاورتين، هذا هو الهدف الذي نعمل من أجل تحقيقه طوال الوقت دون كلل أو ملل، حتى وإن بدأ اليوم بعيدا كل البعد عنا. الفلسطينيات والفلسطينيون يتقون لدولة خاصة بهم تمنحهم الوطن والأمل. وفي إطار عملية السلام فإن الاعتراف بهذه الدولة هو جزء من هذه العملية. هذا هو موقفنا الواضح، إن السلطة الفلسطينية الفلسطينيين أوثوريتي هي الممثل الشرعي للشعب
الفلسطينية. وكي تتمكن من القيام بدورها الكامل عليها التأكد من وجود المصادر المالية الكافية لها، وعليها أيضا أن تقوم بكل الإصلاحات. معالي الزميل العزيز، كنتم قبل وقت قصير أعلنتم عن أجندة إصلاحات وأيضا في بروكسل، وهي خطة طموحة قدمتموها أيضا في بروكسل لوزراء الخارجية بتشمل تشكيل حكومة انتقالية وانتخابات على المدى المتوسط الذين أعلنتم عن مخطط لها، وأعتقد أنها هامة بشكل خاص في هذه الأوقات. ولذلك فخلال حديثنا، وأود أن أكرر هذا الأمر أيضا، أحثكم بكل وضوح على المضي قدما في هذا الطريق، في طريق الإصلاحات الجدية نحو تجديد السلطة الفلسطينية، وتأكدوا من تقديمنا للدعم في هذا الطريق. وبذلك سوف تستطيعون إظهار للناس في فلسطين أن السلطة الفلسطينية تمثل مصالحهم بشكل أفضل من منظمة إرهابية. أيضا بالنسبة للسؤال الصعب، هو كيف يستمر الأمر، ما هو مستقبل غزة، فإن السلطة الفلسطينية المجددة والمتجددة هي جزء من الإجابة عن هذا السؤال. لذلك فإني أحيي أنكم بدأتم حوار مع الدول العربية يسعى إلى بناء جسور بدلا من تعميق الفجوات، ولهذا السبب بشكل خاص سأسافر غدا مجددا إلى المنطقة لكي أقدم الدعم أيضا في عملية بناء الجسور. هذا النزاع لا يعرف سوى المعضلات، لا يعرف سوى المعاناة على كل الجوانب، ولا يعرف أي إجابات سهلة. الاستسلام والإشاحة بالنظر هي ليس احتمالا واردا بالنسبة لي. كل سنتيمتر، كل مليمتر يقربنا من بعضنا البعض هو مهم. كل شبر يقربنا من السلام هو هام. ولذلك سوف أسافر غدا إلى إسرائيل، وخلال مؤتمر ميونخ للأمن سوف نتحدث في الصيغ المختلفة، سنتعمق في هذه المباحثات من أجل الناس في إسرائيل ومن أجل الناس في المناطق الفلسطينية. لذلك مرة أخرى شكرا جزيلا على الحوار المتبادل اليوم، وأتمنى لكم بعد المؤتمر الصحفي رحلة طيبة، مواصلة رحلة طيبة. شكرا. صباح الخير. أريد أن أبدأ بتقديم الشكر لزميلتي لكي نلتقي مرة ثالثة خلال شهر، وهذا يعكس مدى الاهتمام الذي توليه أنالينا تحديدا في بذل جهد خاص ومميز من أجل البحث عن تلك الفرص الضائعة التي يجب أن نستمر في البحث عنها من أجل توفير الحياة الآمنة للمواطنين في منطقتنا في فلسطين وفي إسرائيل. نحن منذ البداية أدنا قتل المدنيين من كلا الطرفين، وتحدثنا بكل وضوح عن الحاجة لإطلاق سراح كل المحتجزين، وهذا مهم كنقطة انطلاق نحن ننظر إليها. ولهذا السبب أنا أريد أن أنتهز الفرصة لكي أتقدم بالشكر لك تحديدا على كل ما بذلتيه من جهد ومن زيارات مكوكية إلى المنطقة، ولقاءات مع العديد من المسؤولين، والاطلاع عن كثب على الأوضاع في فلسطين وفي إسرائيل، وعن التصريحات التي صدرت والتي تعبر عن التزام وعن قيادة وعن شجاعة وعن مصداقية وعن بعد إنساني عميق موجود بداخلك. وهذا مهم جدا لأي سياسي أن يتحلى بهذه المبادئ التي تؤسس وتؤكد على تلك الأبعاد التي تنطلق من رؤيته للبحث عن ما هو أفضل للجميع، بحيث نستطيع أن نوفر الأمن والأمان والاستقرار والسلام لمنطقتنا التي تعرضت على مدار سنوات طويلة للكثير من العنف والقتل والدمار. وأعتقد بأنه الجهد الذي تبذليه هو جهد مقدر على الأقل من قبلنا نحن كفلسطينيين كشعب وكقيادة ومني شخصيا، وأنا أقدر تماما هذا الجهد الذي تبذليه. وزيارة التي سوف تقومين بها يوم غد للمنطقة، واللقاء مع الجانب الإسرائيلي والقيادات الإسرائيلية لكي تحثيهم
على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبالتزاماتهم كقوة احتلال فيما يتعلق بالتعامل مع المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالهم، كان ذلك في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. أنت تحدثتي عن الأوضاع في الضفة الغربية، عن عنف المستوطنين المتواصل وما حدث يوم أمس وصبيحة هذا اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ينذر بتصعيد كبير من قبل هؤلاء المستوطنين. عنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين يجب أن يتوقف، ونحن تحدثنا بكثير من التفاصيل حول ما يقومون به وأين ومخططاتهم وكل ذلك، وأعتقد من الضرورة بمكان أن يتم لجم هؤلاء المستوطنين وأعمالهم وعنفهم من أجل توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية. اجتياحات العسكرية للجيش الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية وتحديدا لمخيمات اللجوء في الضفة الغربية يشير أن هناك استهداف واضح من قبل جيش الاحتلال ومن قبل دولة إسرائيل ليس فقط لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وإنما أيضا لموضوع اللاجئ الفلسطيني بشكل عام ووجود هذا اللاجئ في مخيمات اللجوء، كان ذلك في الضفة الغربية في قطاع غزة أو في مناطق اللجوء الأخرى. أعتقد أنه هذا أيضا مهم جدا، وأعتقد أنك تدركين مدى خطورة هذا الموضوع وكيفية العمل من أجل لجم هذا النشاط بشكل كبير من أجل الحفاظ على الاستقرار وعلى الأمن والأمان في الضفة الغربية التي لا يجب أن تتعرض لأي انطلاقة للعنف في الضفة الغربية بحيث يصبها ما أصاب قطاع غزة. نحن نريد أن نحافظ على الاستقرار وعلى الأمن والأمان في الضفة الغربية، هذا جهد نبذله نحن كسلطة فلسطينية نجحنا فيه حتى هذه اللحظة، ونأمل أن نستمر في النجاح به من أجل ألا تتحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة أخرى من حيث الدمار والقتل. هذه مسؤولية نحن نحملها، ومسؤولية نحن نعمل على تحقيقها، ونأمل من المجتمع الدولي أن يقدر ذلك وأن يدعم هذه الجهود التي نبذلها في هذا الإطار. ما يحدث في قطاع غزة في هذه الأثناء هو خطير جدا. اليوم هو اليوم 130 لبدء الحرب على قطاع غزة، عشرات الألاف من الفلسطينيين معظمهم من الأبرياء من الأطفال ومن النساء الذين قتلوا في هذه الحرب أو جرحوا في هذه الحرب. لم يبقى في قطاع غزة ما يمكن الحديث عنه أنه مكان آمن للعيش ل 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة. زيارتك إلى المنطقة وإلى إسرائيل تحديدا مهمة جدا في هذا التوقيت، وما تحمليه من مسؤولية عالية وكبيرة نحن نقدرها في العمل على حماية حياة المواطنين المدنيين الأبرياء في غاية الأهمية، ونحن نقدرها. أي جهد وأي نجاح يمكن أن تحققيه في هذا الجانب نحن سنكون فخورين بمثل هذا الشيء، ونحن يجب أن نقدره في فلسطين. نحن نقدر كل الجهد الذي تبذليه في هذا الإطار. رفح مهددة بالاجتياح، رفح مهددة بالدمار، كما تم دمار كل المدن والمخيمات في قطاع غزة. هناك أكثر من 100 مليون ونصف من الفلسطينيين محاصرين في مدينة رفح. إذا كانت هناك نية من قبل الجانب الإسرائيلي، ويبدو أن هناك تصميم على الهجوم على مدينة رفح، المطلوب الآن منا جميعا هو في كيفية حماية المدنيين في مدينة رفح، في كيفية توفير ممرات آمنة لهم لكي يخرجوا من مدينة رفح. نحن نريد ضمانات أن هذه الممرات الآمنة هي ممرات آمنة لا يجب الاعتداء عليها أو الهجوم على المواطنين عندما ينتقلوا عبر هذه الممرات الآمنة. يجب أن نتمكن من السماح لهؤلاء بالعودة إلى مناطق سكنهم حتى لو كانت مدمرة في شمال قطاع غزة. هذه نقطة في غاية الأهمية، وأعتقد أنك تدركين أهمية هذا الموضوع،
وسيكون على جدول أعمالك في حديثك مع المسؤولين الإسرائيليين حول كيفية الحماية وحفاظ على حياة المدنيين في رفح تحديدا، في كيفية إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. أنتم تعلمون أن عدد كبير من الفلسطينيين إن لم يقتلوا من قبل القنابل والمدفعية الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية والقناصة الإسرائيليين، فهم يقتلوا أو يموتوا نتيجة للجوع، للعطش، لعدم وجود الأدوية، الاهتمام الصحي لهم، وانتشار الأوبئة والأمراض. هذه قضية في غاية الأهمية. قطاع غزة يتحول إلى منطقة موبوءة بكل هذه المعنى الطبي، منطقة كارثية تحتاج إلى تسمية قطاع غزة منطقة كارثية طارئة تستدعي تدخل دولي فوري وعاجل من أجل حماية حياة كل هؤلاء. أنا أشكر لك كل هذا الجهد الذي تبذليه في هذا الإطار. أشكر لك أيضا الجهد في منع تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة، وتحديدا هؤلاء الذين سوف يتعرضوا للهجوم في مدينة رفح وفي غيرها. بالنسبة لنا هذا مهم جدا. أنت تحدثت عن موضوع الإصلاح، تحدثت عن الحكومة الفلسطينية، تحدثنا عن ذلك وتحدثنا عن الكثير من الأمور، وأريد أن أؤكد مرة أخرى أيضا للصحافة بأننا نعمل في أربعة مسارات متوازية. المسار الأول هو في كيفية الوصول إلى وقف لإطلاق النار أو إلى هدن إنسانية بغض النظر عن التسمية، المهم هو أن يتوقف هذا إطلاق النار، أن نحمي هؤلاء وأن نوفر لهم الحماية وأن نوفر لهم الخدمات الضرورية والإنسانية. هذا مهم جدا، ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية يبذلون جهد كبير من أجل التوصل إلى مثل هذه الصفقة. وأعتقد أن الاجتماع الذي سوف يعقد يوم غد في مصر استكمالا للاجتماع الذي عقد في باريس هو اجتماع مرحب به، والمشاركة الإسرائيلية ضرورية جدا من أجل التوصل إلى مثل هذا التوافق في مثل هذا الإطار. هذا هو المسار الأول. المسار الثاني، نحن أيضا نتحدث عن موضوع الإصلاح بكل شموليته، ونحن لا نخجل أن نتحدث في موضوع الإصلاح، لأنه موضوع قبل أن يكون موضوع يطرح من قبلك أنا لنا، هو موضوع يطرح من قبلنا نحن، ونحن نتوافق معك في أنه هذا الموضوع عاجلا أم آجلا يجب أن يتحقق. نحن نلتزم به، أعلننا عن خطة إصلاح وطنية كاملة، وتحدثنا عن نقاط جوهرية ينطلق منها هذا الإصلاح، ونحن بدأنا فعلا في تطبيقات مثل هذا الإصلاح. من أجل نجاح في خطة الإصلاح هناك قضايا نستطيع أن نقوم بها لوحدنا دون حاجة لمساعدة أحد، ولا يجب أن نتردد في أن نبذل كل الجهد من أجل استكمال كل هذه الجوانب. هناك قضايا نحن بحاجة إلى مساعدة من الدول الصديقة والشقيقة، وأنا متأكد بأن ألمانيا سوف تقف معنا لتقديم كل الجهد المطلوب من أجل تحقيق ما هو بحاجة لجوانب إصلاحية. ولكن في هناك قضايا أيضا مرتبطة بالجانب الإسرائيلي كدولة احتلال، نحن أيضا بحاجة لمساعدة ألمانيا وغيرها من أجل الضغط على إسرائيل لكي تسمح لنا وتمرر لنا هذه الجوانب من خطة الإصلاح التي هي خطة ضرورية في النهاية تخدم الشعب الفلسطيني قبل أن تكون هي رد على احتياجات أو على مطالب المجتمع الدولي. نحن نؤمن بذلك، بدأنا بذلك، واستطيع أن أقول بأننا مستمرون في مثل هذا الجهد، لن نتراجع مهما كان الأمر حتى نحقق ما هو مطلوب على مستوى الإصلاح. ثالثا، المسار الثالث هو موضوع إعادة البناء والإعمار. أنتم شاهدتم ما حدث في قطاع غزة من دمار كبير، هذا يحتاج إلى جهد جماعي وجهد دولي. نحن بدأنا أن نتحدث مع البنك الدولي ومع المؤسسات الدولية ومع الأصدقاء
وعن الأشقاء الدول العربية المقتدرة والدول الصديقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لكي نضع خطة تصور في كيفية إعادة الإعمار وإعادة البناء في قطاع غزة في اللحظة التي يتوقف فيها الحرب، في اللحظة التي يجب علينا أن نعيد البناء بشكل سريع حتى نوفر الاحتياجات الضرورية اللازمة لشعبنا في قطاع غزة. ورابعا الحديث عن الموضوع السياسي، الرؤية المستقبلية، فتح أفق سياسي لما بعد الحرب. وأنا فعلا أؤكد على ما قلتيه بأننا نبذل جهد مشترك مع الدول العربية، وهناك اجتماعات تمت مع الدول العربية من أجل صياغة رؤية موحدة في كيفية الخروج من الوضع الذي نحن فيه إلى رؤية سياسية متكاملة تسمح لنا في النهاية بأن نتحدث عن نجاحات للجميع وعن توفير الأمن والأمان للجميع بما فيه الشق الفلسطيني بتجسيد الدولة الفلسطينية التي يجب أن تكون جزءا من المنظومة الدولية في مثل هذا الإطار. الاجتماعات التي سوف تعقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن والاجتماعات اللاحقة هي تخدم مثل هذا الهدف. والآن نتيجة لاجتماع السعودية الذي تم على مستوى وزراء الخارجية، سيكون خلال يومين اجتماع على مستوى الخبراء وكبار الموظفين للعمل على صياغة مثل هذه الرؤية التي سوف نتشارك بها معكم كألمانيا كاتحاد أوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تكون رؤية متكاملة متفق عليها نستطيع من خلالها أن نعمل على تنفيذ ما هو مطلوب. شكرا أنا لينا لهذا اللقاء الإيجابي والفعال والذي سوف يساعدنا جميعا في الانتقال إلى مراحل متقدمة، وأتمنى لك في زيارتك يوم غد إلى إسرائيل كل النجاح من أجل فعلا العمل على حماية حياة المدنيين هناك بشكل كبير.